اليوم حول البقوليات أو القطنية اللي تسمى بالإنجليزي، باللغة الإنجليزية تسمى legumes، ولا تغالطون هذه الكلمة بالفرنسية legumes هي الخضر، باللغة الفرنسية legumes هي الخضر، وبالإنجليزية legumes هي القطانين، القطاني أو القطنية أو البقوليات اللي هي مثلا الجلبان، الحمص، الصويا، واللوبيا، واللوبيا السوداء وهكذا. ليجيمز، ليجيم واحد ليجيم، والقطنية كلها ليجيمز. كل نوع من القطاني الذي يطبخ فيسمى بالإنجليزي legumes، legumes، وليس، أؤكد مرة أخرى، وليس هي الخضر بالفرنسي، بالفرنسي نعم legumes هي الخضر، ولكن بالإنجليزي باللغة الإنجليزية legumes، legumes هي البقوليات أو القطنية. فأول وحدة تطلع نبدأ بها هنا هي هذه الصورة، الكل يعرفها، نطبخها خضراء ونطبخها يابسة، ويابسة فيها طبخة عصارة منها، أو يعني مش جدي، البيصارة، البيصارة، الفول، الفول باللغة الإنجليزية اسمه برود بينز، برود بينز، الفول برود بينز، برود بينز، يعني البينز تقريبا كل القطنية تسمى بينز، برود بينز، برود يعني واسع، هو الفول، الفول، ويمشي الفول ويأتي من بعده ماذا؟ يأتي هذا، ما هو الشيء الموجود في الصورة القطنية هذه؟ تسمى صوي بينز، الصوجة أو الصويا، الصويا، صوي بينز، صوي بينز، هكذا بالإنجليزي الصويا، صوي بينز، نعرفها فهي مفيدة جدا للأكل وللصحة. تذهب الصوي بينز ويأتي بعدها هذا، إن كنتم تعرفون ما هو هذا الموجود على الصورة، هو الجلبانة أو البازيلا في بعض اللغات، ليس اللغات ولكن اللهجات أو الدول تسمى البازيلا، والجلبانة في دول أخرى. الجلبانة اسمها بالإنجليزي يأتي هنا، من فيكم يعرفها؟ حاول اكتبها، هذه هي بيز، بيز هي الجلبانة، الجلبانة تسمى بيز، البيز، ولتذهب البيز، يأتينا بعدها بقولية أخرى وهي البينز، هذا البينز اسمه بيناتس أو الكاوكاو أو الفول السوداني، الفول السوداني، فهو تحت البقوليات والقطاني في الحقيقة، وليس مع النص، مع مثلا الجوز وهكذا، لأنه ليس، لا يوجد فوق الشجر، فهو نبات أرضي، الفول السوداني أو كاوكاو، كاوكاو بالإنجليزي هنا تطلع، يطلع الاسم هنا، من فيكم يعرفه؟ يعرف الاسم؟ حاول معي، اسمه بينات، بينات، بينات هو كاوكاو أو الفول السوداني. امشي يا كاوكاو، اطلع
صورة أخرى اللي هي white beans. white beans هي اللوبيا، اللوبيا البيضاء، كلنا نعرفها. white beans هي اللوبيا البيضاء. white beans، white beans. امشي يا لوبيا. وليأتي شيء آخر، ها هو الصورة. إذا كانت واضحة هي العدس. العدس في أنواع كثيرة من العدس، وهو غني بالحديد. عدس أحمر، عدس أخضر، عدس هذا يعني قهوي معروف جدا. العدس اسمه بالإنجليزي، من فيكم يعرفه؟ تطلع هنا الاسم، اسمه لانتيلز في الحقيقة. لانتيلز، لانتيلز هو العدس. العدس هو لانتيلز. يذهب اللانتيلز، خرج من النافذة. ماذا يأتي بعده؟ يأتي بعده هذا القطاني اللي هو لوبيا، شكلها شكل الكيدن، يعني شكل الكلاوي، الكلية. والاسم على مسمى بالإنجليزي اسمها كيدني بينز. كيدني بينز لوبيا يعني قهوية. كيدني بينز، كيدني بينز هو اللوبيا القهوية. اسم على مسمى، كيدني هو الكلية باللغة الإنجليزية، كيدني بينز. أوكي، وليذهب الكيدني بينز. وليأتينا هذا، واضح بالصورة ولا لا؟ إذا كان مش واضح، هو الحمص. حمص يصنع به الكثير، الحريرة، وتصنع به الفلافل وكذا وكذا. الحمص، من فينا لا يعرف حمص؟ اسمه بالإنجليزي يطلع هنا. من يعرف اسم الحمص بالإنجليزي؟ يكتبها هنا، يكتبها على ورقة قبل ما يطلع الاسم. أوكي، الاسم هو تشيك بي. تشيك بي، وكثير منه تشيك بيز. تشيك بيز هو الحمص. تشيك بيز. وليذهب من النافذة. ذهب تشيك بيز. طلع علينا هذا الأسود، لوبيا سوداء. لوبيا سوداء، فيه لوبيا بيضاء، هو اللوبيا، فيه لوبيا سوداء كذلك، وفيه لوبيا قهوية شوية تسمى كيدني بينز، وهذا اسم على مسمى بلاك بينز. تطلع هنا بلاك بينز. بلاك بينز هو اللوبيا السوداء. بلاك